إندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث المساحة وتعداد السكان، بسبعة عشر ألف وخمسمائة جزيرة وأكثر من 250 مليون نسمة، يتشكلون من قبائل وأعراق متنوعة بتنوع الأقاليم والجزر المترامية الأطراف. هذا البلد الذي دخله الإسلام عبر التجار الحضارمة نسبة لمدينة حضرموت في اليمن، فيما لم يستطع دخولها القائد المغولي جنكيز خان بجيوشه المدججة بالسلاح رغم غزوه لأغلب مناطق القارة الآسيوية. منذ أن أقلعت الطائرة الإماراتية من سماء مطار هواري بومدين مرورا بدبي الإماراتية ومنها لإندونيسيا، كان التفكير مطولا بين اليقظة والأحلام في رحلة دامت قرابة 15 ساعة من شمال أفريقيا عبر الشرق الأوسط وصولا إلى جنوب شرق آسيا أو الشرق الأدنى. كان التفكير منصبا عن الإنسان الإندونيسي ودعم الرئيس أحمد سوكارنو للقضية الجزائرية مع أول مؤتمر لعدم الانحياز في مدينة باندونغ الإندونيسية، وتلك الصورة التي لطالما لازمتنا في أذهاننا عن شدة انضباط الحجاج الإندونيسيين في البقاع المقدسة. هذه الدولة قمة في الجمال والغرابة والتميز، فهي أرخبيل بحري يعد الأكبر في العالم، يمتد على مناطق كبيرة بحرية وخلابة تتوسط المحيطين الهندي والهادي، مما يجعل كل منطقة في هذه البلاد الغنية مركز جذب سياحي فريد من نوعه، يوفر لك أماكن السياحة والترفيه والأكل الحلال. جاكرتا العاصمة الإندونيسية. البداية كانت من العاصمة جاكرتا، فهي عاصمة إندونيسيا السياسية والاقتصادية، ويعيش بها قرابة 18 مليون شخص يتحركون في الليل و20 مليون في النهار. تقع جاكرتا غرب جزيرة جاوا، حيث تعتبر المدخل الأساسي لإندونيسيا. تاريخياً وقبل 200 عام كانت ميناءً بسيطاً لتجارة البهارات والمصنوعات اليدوية التي اشتهرت بها إندونيسيا في العالم، لتصير جاكرتا مدينة عصرية تسخر بالمتاجر والدكاكين والمطاعم التي توفر أشهى الأطعمة. يبقى فقط أن الأكل الإندونيسي يشتهر بأنه حار المذاق، مع أنه حلو في ذات الوقت مع وجود طبق الأرز في كل الوجبات. جاكرتا معروفة بالمعارض والمراكز التجارية التي تكثر فيها الحركة لساعات متأخرة بالليل، حيث لحياة التسوق مكانة كبيرة عند بعض شرائح المجتمع الإندونيسي. جاكرتا تجمع بين الروحاني والمادي، حيث تتزين مساجدها وجوامعها المهيبة، وتتناغم وتترقص فيها الألوان الطبيعية والاصطناعية بالليل والنهار، وفيها تنوع كبير من ناحية المعالم السياحية والتاريخية. تاريخ جاكرتا مديد وعريق، حيث كانت تسمى في الماضي بجاياكرتا، أي مدينة الانتصار العظيم، وقد سماها الهولنديون باسم باتافيا، وبعد تحرير اليابانيين للمنطقة إبان الحرب العالمية الثانية عادوا الاسم الأصلي للمدينة ليصبح جاكرتا.
برج موناس النصب المخلد لتاريخ إندونيسيا. يعد برج موناس في جاكرتا أو النصب التذكاري من أهم معالم السياحة في جاكرتا العاصمة الإندونيسية، لما يتميز به البرج كرمز للحرية والاستقلال ومحاربة الاستعمار الهولندي والاحتلال الياباني في نفوس الشعب الإندونيسي. بدأت أعمال البناء في عام 1961 تحت إشراف رئيس إندونيسيا السابق أحمد سوكارنو، وقد افتتح للعامة في العام 1975. يقع البرج في ساحة تبلغ مساحتها 80 هكتار، حيث يحتوي على ساحات معشوشبة طبيعياً ومرافق رياضية وملاعب كرة القدم ومنتزهات واسعة، ويبلغ طوله 132 متراً، ويعلو قمته تمثال يشبه شعلة النار الذي يرمز لروح الشعب الإندونيسي الذي يأبى أن تنطفئ، والمصنوعة من النحاس والمطلية ب35 كيلوغرام من الذهب الخالص، حيث يبلغ وزنها 14.5 طن. صعود المصعد إلى أعلى البرج والتمتع بإطلالة بانورامية للمدينة من الأعلى ستمكنك من رؤية جمال جاكرتا كما لم تره من قبل، خاصة في ساعات المساء. زيارة المعرض الدائم في البرج والمتحف الأثري القديم الذي يعرض معروضات تاريخية عن إندونيسيا هو ضرورة لا بد منها من أجل التعرف على ثقافة البلد وتاريخي من خلال اللوحات والمعروضات. June 6, 1945. On behalf of Indonesia, Soekarno Hatta. So the next day, August 18, they elected Soekarno and Muhammad Hatta as a president and vice president. That's why to honor them, the International Airport in Jakarta call it Suta International Airport. Suta means Soekarno Hatta, two people. Soekarno become president, Hatta become vice president. تحتوي جاكرتا على عديد المتاحف، لكن أشهرها المتحف الوطني الذي يمكنك أن تشاهد أكثر من 140 ألف قطعة أثرية ترجع لآلاف السنين من العالم القديم. يمكنك أن تشاهد أيضاً أكثر من 5000 تحفة أثرية تم تجميعها من جميع أنحاء إندونيسيا ومنطقة شرق آسيا، والتعرف على تاريخ المنطقة في مكان واحد. The more potential of Indonesia is the for that moment the growth of the tourism in come to Indonesia is always every year is grow up, and then every island, every country and in Indonesia always make repairing and then improve to all the facility. So this is the potential for the tourists to come to Indonesia in general, and then special for Lombok. Now Lombok is more, it's improve everything the facility for how to give the good excellent service for the guests, and then special for Jakarta Lombok. Aquarium Jakarta سي وولد أو عالم البحار الذي ينتقل أمامك على الأرض. يعتبر عالم البحار في جاكرتا سي وولد إندونيسيا من أفضل أماكن السياحة في هذا البلد، ومن الأماكن الترفيهية المناسبة للعائلات بشكل خاص
لما تحويه من المتعة والعروض الشيقة. يحتوي عالم بحار جاكرتا على عدد من المرافق الترفيهية المميزة، منها حوض كبير للأسماك بأنواع كثيرة من الكائنات البحرية الصغيرة والكبيرة، ومتحف للأسماك، إضافة لسينما وغير ذلك. يعد الأول من نوعه كمنتزه ترفيهي تحت الماء في مدينة جاكرتا وحتى في إندونيسيا، مع آلاف المجموعات من الحيوانات البحرية التي تبلغ 5000 نوع من الكائنات البحرية ذات الألوان المختلفة. يقع في مجمع جايا إنكول دريملاند بارك. فهذا المكان يمنحك الفرصة للقيام بجولة ترفيهية تحت الأرض داخل أنابيب وأحواض للأسماك والحيوانات البحرية المختلفة والتعرف عليها عن قرب، خاصة للأطفال، فهناك عروض وجولات خاصة بهم تثري معلوماتهم وخيالهم. Indonesia is a big, real big country. If we see a Thailand, Singapore or Malaysia, Indonesia have anything for tourism. But Indonesia haven't developed yet for tourism. Now, I think our government still concerned now in tourism industry. So we do massive promotion in Europe, maybe, or Middle East. Now our government more focused in tourism industry. So I hope next year or next 2 or 3 years we can maybe number one in Asia for tourism industry. مسجد الاستقلال واحد من أكبر المساجد في العالم. مسجد الاستقلال، هذا المعلم الذي سنعود إليه في ربورتاج خاص به نظراً لمكانته العالمية وتصنيفه كثالث مسجد في العالم، بدأ بناؤه من طرف الزعيم الإندونيسي أحمد سوكارنو، ليتم افتتاحه سنة 1978، وسمي مسجد الاستقلال بهذه التسمية نظراً لأن هذا الحدث هو حدث مهم في تاريخ إندونيسيا. سمي استقلال يعني تخليد لكفاح ونضال الشعب الإندونيسي من أجل تحقيق الحرية. بني هذا المسجد لأن أكثرية أو أغلبية سكان إندونيسيا هم مسلمون، فبني المسجد يعني تعبير عن شكرهم على نعمة الاستقلال. المسجد من المعالم الدينية التي تستقطب إعجاب الزوار من كل مكان، حيث زاره الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته في 10 نوفمبر 2010، حيث مدح الرئيس أوباما المسجد قائلاً إنه رمز للتسامح الذي يميز إندونيسيا والإندونيسيين. توجد كاتدرائية نيوقوطية كاثوليكية رومانية لجاكرتا في الركن الشمالي للبانغان بانتين أو ساحة بانتين، والتي كان يطلق عليها في عهد الاستعمار الهولندي واترلوبولين. الكاتدرائية اليوم توجد بالقرب من أكبر مسجد في جاكرتا، وهو مسجد الاستقلال. قرب الكاتدرائية من المسجد لم يأتي بمحض صدفة، فالرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو اختار المكان للمسجد الجديد ليكون بالقرب من الكاتدرائية كتعبير عن التنوع والتعايش الديني في إندونيسيا.
واليوم لا زالت المؤسستان تتعاونان فيما بينهما فيما يخص ركن السيارات خلال الاحتفالات الدينية، حيث يستعمل المسجد مكان ركن الكاتدرائية خلال الأعياد الدينية، وتستعمل الكاتدرائية مكان ركن السيارات خلال عيد الفصح وعيد الميلاد. إذا كنت تزور هذا المسجد في 25 ديسمبر يوم كريسمس بالنسبة للأديان المسيحية، فاستقلال مأوى للسيارات في هذا المسجد مليء بالسيارات المسيحيين الذين يذهبون إلى الكنيسة، الكنيسة الكاتدرائية لحفلة يوم 25 ديسمبر. هكذا كل عام، وكذلك في العيد، في عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث المسلمون يصلون العيد هنا في هذا المسجد، فالمسلمون أحيانا يقفون سيارتهم أمام الكنيسة، وهذا طبعا يعني منظر جميل جدا. ستتواصل رحلتنا في هذا الأرخبيل الكبير مع اكتشافنا لجزر أخرى وعادات وتقاليد في بلاد أحمد سكرنو. فإلى اللقاء في محطة أخرى من إندونيسيا.